الحديث عن التهميش يسحبنا إلى منطقة أخرى، يعيدنا إلى ساحات الذلة والمهانة اللي خرجت كذبا وزورا في ذاك الوقت على أنها مهمشة، واللي أنتجت لنا داعش، اللي أنتجت لنا القاعدة. شيخ من رخصتك عفوا، خلي بين الرأي هذا أولا. الأمر الآخر، الأمر الآخر يا عزيزي، الاتحاد الأوروبي، بس خلي أكمل يا أخوي، ليش تقاطعني؟ خلي أكمل وخذ وقتك، في وقتك شيخ أرجوك، في وقتك عزيزي، في وقتك لا تأخذ وقتي رجاء عزيزي. بعد الحرب العالمية الثانية، من رخصتك دكتور محمد، بعد الحرب العالمية الثانية اللي حثت وراح ملايين ضحايا في هذه الحروب، أوروبا إلى شنو وصلت؟ وانت على الطلاع، وصلت على أنها يجب أن تتحد وتشكل عملة واحدة، برلمان واحد، اتحاد أوروبي وهوية واحدة. احنا نجي لا نقول لا، خلي نروح نذهب باتجاه تجزيء المجزأ. هذه الدعوات وراءها أجندات خارجية، ووراها مجموعة من الفاشلين اللي ما استطاعوا أن يطون لهم موطئ قدم في محافظاتهم انتخابيا، ولذلك يريدون أن يهيجوا المجتمع، أهلنا، إخواننا، ابن الجنوب اللي انطى دماء في تلك المحافظات. قطعاً احنا من حبنا واعتزازنا بهذه المحافظات عندما نتحدث عن هذا الأمر، مو إلغاء للدستور ولا محاولة لقفز على هذه المطالب، فبالتالي مو مطالب حقيقية. واضح.